مرحبا. مرحبا. لمين هالوردات الحلوين؟ قريبا عيد الأم، معقولة تهدية باقة من الورد؟ بنرحب بيك معنا في واضح، وعايزين نعرف بتحتفل ازاي بعيد الأم؟ أنا بحتفل بعيد الأم، أول حاجة مامتي دي أهم حاجة في حياتي، تمام؟ بحتفل بعيد ازاي؟ أهم حاجة تكون موجود في حياتها، هي عندها كده ان انت تكون موجود في حياة مامتك، ده اكبر حاجة ممكن تقدمها ليها. بالنسبة بقى للهدايا، احنا بنبدأ مثلا بيبقى نظريا احنا عاوزين نجيب لها الماز وذهب ودنيا كده، بس فعليا احنا بندور على طقم كوبايات، لاما 6 لاما 8. بحتفل ازاي؟ بنزل لها بوست على الفيسبوك بس، ولا ما فيش بصراحة حاجة معينة، هي وهدية بس. فهذا اليوم يعني انا بالنسبة لي كهو يوم عظيم جدا، فاني احتفل بهذا اليوم كوني انه مثلا أهدي لك هدية جميلة بسيطة جدا، أنه تعبر عن محبتي إلها، يعني كوني حتى لو كوردة بسيطة أنه هي الأم راح تفرح، فيعني شيء كلش رائع، يعني ما ينوصف صراحة. فوان احتفل بيه دي فوالا لا صور فورمو، أنا يا مش الأم اللي تفكرها خطرة في العام، الأم ديالك لازم تفكرها كل يوم، مش النهاردة والنهار واحد فرحة عم كومبليت تتزعق فيها. هتجيب لها إيه السنة؟ هجيب لها ايه؟ هي مفيش هدية معينة، بس هي عاوزاني اتخرج، يعني هديتها هي طلبة اللي انا اتخرج السنة. يعني مش هتجيب لها هدية السنة دي؟ لا هنجيب لها، ما انا ده انا هديتها بس بفكر اروح اخطب عشان كده. بس انا اتكلم معاكي بصراحة، هي كانت عايزة طقم صواني، فهنجيبه لها، هجيبه لها ان شاء الله. يعني عادة الهدية تعجبني مثلا احطها، اجمع شغلات مثلا الوالدة تعجبها واحطها ببوكس وأهدي لها إياها، مثلاً يكون عطر مثلاً هو يعجبها، أو مثلاً وردة داخل، أو فد ما أو فد شيء هو يعجبها حطه بالبوكس. هذا العام إن شاء الله يبقينا حيين، قرعه ريحة بينسر ونديها تعشى برا تنحي على خاطرها. هلأ كون الوضع شوي بسوريا صاير صعب، فأكتر شيء رح تفرح فيه هي المصاري. أحلى شيء. بدنا نرجع هيك شوي للطفولة، نتذكر الضربة أكيد، يعني تعرضت للضرب لو شيء بسيط من والديك، فخبرنا هيك شو الضربة اللي أكلتها من والدتك وما بتنسيها. والله هو أنا صراحة كنت صغير، فعلى ما أذكر كانت قاعدة هي عم تدرسني، يعني عم تعلمني، فعم تحفظني هي جدول الضرب، فشفت جدول الضرب يعني. تقلي انت ما راح تحفظ جدول ضرب الا بالضرب يعني، فهي ما بنساها صراحه. طب هلا حفظته للجدول ولا؟ اكيد على الغايب. اتضربتي وانت صغيره من مامتك؟ لحد دلوقتي لسه بتضرب. جوزي بابا كنت امنونيسني جامي، ضربتني ماما في حياتي جامي، مدتني ذهبي على بسكحنينا بزاف، وطالت كش تربينا كنا غلطة ولاتك كنا غلط، تحضر معايا نور ما جونسي مامي جامي ضربتني، كان جابت الماعون بلاستيك ضربتني بيه، ظلت تضربني ضربتني على ظهري ما ادري كم مرة، مستحيل انساها، كنت اركض منها ظلت تضربني. في اثار للضربة؟ اتوقع صراحة. الله يخلي لك اياها وكل عام وهي بخير. الله يخليك كل عام وانت بخير ماما، ورح اشتاق لك كثير، وانت احلى شيء بحياتي. انا احبك هوايه، اتمنى لك كل الخير، يا رب ان شاء الله تبقى خيمه على راسنا، وان شاء الله يحفظ امهات العالم اجمعين.